الأزهر الشريف الذين أتوا من أنحاء جمهورية مصر العربية مشاركين الأسة الكريمة، وجئنا بدعوة كريمة من صاحب الواجب دائما حج محمد أبو سعد الشيخ عوني بكر، مشاركين الأسة الكريمة تلاوة قرآنية عطرة مباركة يكون على مسامع حضراتكم ذلكم العلم القرآني الإذاعي والذي شرفت به الإذاعة المصرية قارئا وعالما ومن قراء الدرجة الأولى بالإذاعة المصرية وملك ملوك المقامات بجمهورية مصر العربية فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرب، تفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قل ما أسألكم عليه من أجر شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. وتوكل على الحي الذي لا يموت و
وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. وكفى به بذنوب عباده خبيرا. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. وتوكل على الحي الذي لا يموت. وسبح بحمده. وسبح بحمده وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض
السماوات والأرض خلق السماوات والأرض وما بينهما خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا
تبارك تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا تبارك الله تبارك الذي جعل في السماء فيها سراجا وقمرا منيرا انا معاك اهو تبارك تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر الله يذكر وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر الله
خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وعباد الرحمن وعباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. الله ارتاح ارتاح بس 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 الله يفتح عليك الله يفتح عليك يا رب. مدرسته بقى مدرسته مثل ما وإذا خاطبهم الجاهلون
جاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا لم يقتروا وكان بين ذلك قواما. يا سلام يا سلام يا سلام. صلى الله عليه وسلم. حاضر حاضر. وعباد والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا
والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن حاضر اسال الله متى حاضر والله يا سيدنا الله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا إلا من تاب وآمن إلا من تاب وآمن وعمل عملا صوت من الجنة إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا يا غلوش
سبحان الله معاه بنلعب ليه؟ الله اكبر. نسال الله ان شاء الله ربنا يتقبل ان شاء الله. نعمل اداء عال جدا. وعمل عملا صالحا يا شيخ شندي اقعد الله يبارك لك اقعد بس حاضر الله يعزك يا رب ربنا يتقبل ربنا يتقبل ان شاء الله حاضر ادعي لنا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وكان الله غفورا رحيما. وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب. فإنه يتوب إلى الله متاب. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما.
وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا 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 سلم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين يا اخي ربنا يخليك للقران عشان تسمعه ويفتح لك الابواب تعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية عبد الله والنبي شوف وجع صحيح كان واقف عبد الله
الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما صدق الله العظيم. لا تخضعن لمخلوق على طمع فإن ذلك نقص منك في الدين. فلا يستطيع العبد أن يعطيك خردلة إلا بإذن الذي سواك من طين. ولا تصاحب غنيا تستعز به وكن عفيفا وعزم حرمة الدين. واسترزق الله مما في خزائنه فإن رزقك بين الكاف والنون. واستغنى بالله عن دنيا الملوك كما استغنى الملوك بدنياهم عن الدين. وبعد ختم اخوة الايمان والاسلام عشنا في لحاب هذه التلاوة القرآنية العطرة المباركة التي تلاها على مسامع حضراتكم ذلكم العلم القرآني الاذاعي وقارئ من قراء الدرجة الأولى بالإذاعة المصرية وملك ملوك المقامات بجمهورية مصر العربية فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرك تكريما إلى روح أمنا الطاهرة. جئنا مشاركين الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة شاركين الحج حامد محفوظ حماد شاركين أيضا الحج عزة محفوظ حماد الحج السعيد محفوظ حماد الحج فخري محفوظ حماد الشيخ رضا محفوظ حماد الحج عطية حماد دكتور علي جمال السيد المحاسب عبد المنعم فوزي خليفة قدمونا جميعا بخالص شكر التقدير الى كل من اتى ليقدم واجب العزاء. واشكر اصحاب الدعوة الكريمة واصحاب الواجب دائما
الحاج محمد ابو سعد الشيخ عوني بكر. نبت هذه تلاوة عبر سير مواجهتنا الصوتية لعملاق الصوتيات وعميد الصوتيات الحاج حسن العلاني إدارة العلاني مهندس محمد العلاني والمقيم بالزريبي السندلوين بقهلية مؤلات الإدارة وأدخل معطات الدينزل خضرة أولاد بن داري ذات المهندس محمد السعيد بن داري شبرهور قصور الضيافة والفراشة الحديثة والأولاد السرادقات وقصور الضيافة والفراشة الحج وهبة محمود حسين البشليني السندلوين بقهلية واجب الضيافة إدارة المكر محمد ناصر أبو طية والمقيم بالزهيرة السندلوين بقهلية هندسة الهواء والتصوير مهندس محمد عادل الشحات شبرهور السندلوين بقهلية. هيا بنا نعيش في رحاب العلم والعلماء نيابة عن الطريقة الهاشمية. الداعية الإسلامي الكبير مولانا الشيخ أحمد مطاوع بني عامر الزقازيق الشرقية تفضل مشكورا.